لتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع معنا دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي. احييك دكتور كريم. يعني هي اشادات متكرره ومتواصله في الحقيقه من الجهات المتخصصه في الاقتصاد، الجهات العالميه، اخرها اذا على لسان وزير استراتيجيه الامن الدولي والنائب البريطاني السابق سير جيرالد هوارث. يعني كيف توضح ذلك بالتفاصيل اقتصاديا؟ طبعا طبعا يعني احنا يعني نحن لا نتحدث يعني عن 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 تصريحات او عن اراء اشخاص او مسؤولين اخرين او مسؤولين افراد مهما كانت مكانتهم، ولكن نحن لدينا من هو الاقوى، الا وهي يعني التقارير الصادره من المؤسسات الدوليه، التقارير الصادره من بيوت الخبره العالميه والهيئات الماليه والاقتصاديه الدوليه، اشاده من البنك، اشاده من الصندوق، اشاده من وكالات التصنيف الائتماني مصر، يعني حتى اشاده من المجلس الاقتصادي للاتحاد الاوروبي لما اشاد، قال ان مصر لاعب محوري واقليمي في المنطقه. طبعا يعني احنا شفنا معدلات النمو، شفنا ايضا انخفاض في عجز الموازنه المصريه، شفنا انخفاض في نسبة الديون المصرية بعد ما كانت من بضعة سنوات تتجاوز 100%، الآن في العام يعني الآن نحن في العام المالي الحالي يعني انخفضت إلى 92%، والصندوق النقد الدولي توقع أنها سوف تنخفض العام المالي القادم ل 88، ثم على 2022 هتنخفض ل 77 أو 76%. يعني احنا نتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي هي في تحسن مستمر، وإن الاقتصاد المصري يعني هو تعتبر من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة على الرغم من انخفاض معدل النمو العالمي، لكن معدل النمو والاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو موجود في المنطقة، على الرغم من انخفاض الاستثمارات العالمية، إلا أن الاستثمارات الوافدة في مصر حققت أعلى معدل تدفق للاستثمارات في أفريقيا وثاني معدل في الوطن العربي بعد الإمارات. رأينا يعني رأينا أيضا مصر أنها يعني في إطار أنها يعني رئيسة الاتحاد الأفريقي، وتم تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فمصر هي محور التجارة الأفريقية وهي البوابة الملكية أو البوابة الذهبية للدول الأفريقية، وده طبعا ظاهر من المدن الصناعية الكبرى التي تنفذها كبرى الدول العالمية زي الصين وزي الهند وروسيا والدول الأوروبية التي تريد أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى تستفيد من المرافق والبنية التحتية والتسهيلات التي قامت بها الدولة المصرية، التسهيلات الغير مسبوقة والإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة وفي قوانين الاستثمار وعمل مشاريع قومية، كل تلك المشاريع التي تم تنفيذها في السنين السابقة سوف يتم جني ثمارها في السنين القادمة، وده طبعا أي عملية تقييم يعني أي شخص أو أي فرد أو أي هيئة تقيم الاقتصاد المصري وفقا للمجهود الذي تم تنفيذه أو وفقا للإصلاحات التي تم تنفيذها، إذا كان تقييم عقلاني سوف تصل لنفس النتيجة، أن في شغل وفي يعني تحسينات كبيرة حصلت في الاقتصاد القومي، ولكن النقطة المهم الاستمرار على هذا الوضع، يعني يجب لا نكتفي بما وصلناه ولكن النقطة الأهم هنا الاستمرار على هذا الوضع. بالتأكيد يعني دكتور كريم كل هذه المعطيات الإيجابية واستقرار الاقتصاد بهذا الشكل بالتأكيد يطمئن أن المستقبل القريب يحمل المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل أوسع وأكبر. بشكرك جزيل الشكر دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي.